فمن حق المرأة إذا منعها أبوها أو وليها وهو ما يسمى بالعضل، إذا منعها من الزواج أن تشتكي. وإذا قالت أنا لا أريد مشاكل تصبر إذا. أما تقول لا أريد مشاكل ولا أريد أن أحزن والدي لكن قابلة بالزنا أو بزواج السر، وهما كان يسميه الإمام مالك زواج السر، قال هو الزنا. فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بهذه الطريقة. وبلغ أن البعض الناس من مؤذنين أو الأئمة أو غيرهم يقومون بمثل هذه العقود بأوراق خاصة، يعني دون أن يعلم الدولة بذلك، وهذا خطأ عظيم جدا. ويسميه البعض زواج العرفي، هذا ليس زواجا عرفيا، هذا زواج بدون ولي وهذا باطل.